حسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة المحترم برفع القدرة القتالية لمنتسبي جهاز مكافحة الإرهاب من خلال تنفيذ التمارين المشتركة مع طيران الجيش مع القوة الجوية، وهذه الفعالية هي تم تنفيذها اليوم من قبل قطاعات القيادة الأولى، ولدينا كثير من الفعاليات في مختلف المناطق بالمناطق الجبلية والمناطق الصحراوية وكذلك في المناطق المغمورة بالمياه لتدريب عناصر جهاز مكافحة الإرهاب للقتال في كافة الظروف وفي كافة الأراضي. وغاية الأساسية من جهاز مكافحة الإرهاب هو القضاء على كل التنظيمات الإرهابية. نحن نفذنا خلال 6 أشهر الماضية أكثر من 150 عملية، تم قتل أكثر من 89 إرهابي وإلقاء القبض على العشرات وتدمير عشرات الكهوف بالتنسيق والتعاون مع طيران الجيش والقوة الجوية وطيران التحالف الدولي. عملياتنا مستمرة وسيتم القضاء على كافة المجاميع الإرهابية، ولن يبقى أي إرهابي على أرض العراق. شكرا جزيلا.